السلام عليكم. أبو السيد كان في مرة في يوم ليلة امتحان، وكعادة أي إنسان طبيعي قال ساعتين شاي وكوباية جد والشوال هيتلم في مادة وكله هيبقى تمام، ولكن يتفاجئ بشوية مغص. قال عادي يعني شوية مغص يعني هيروحوا لحالهم، إيه المشكلة يعني ما هاخد حاجة للهضم. أخذ حاجة للهضم مفيش نتيجة. خلاص هاخد مسكن، أخذ مسكن برضه مفيش نتيجة. الله، قال خلاص هستنى شوية كده ما أشوف الوضع هيبقى عامل إزاي. ربعاية، نصاية، فضل ساعة كاملة المغص ما بيروحش بأي طريقة، مفيش أي حاجة مريحة. فقال يستنى شوية، تعدي الساعة التانية في التالتة، الموضوع ده بقى ما يتسكتش عليه، بقى قام قايم وقايل بعلو صوته بطني بس بصوت عالي بقى. طبعا كل اللي في البيت يتلموا، ويوم الحاجة قايل له الله مركلة، بس سيد يقول له بطني بتتقطع من اكتر من 3 ساعات، يعني ايه شويه مغص يعني يخلوك تعمل كده؟ ما من اكل الشارع اللي انت بغرق نفسك فيه، او يمكن من الملوخيه اللي عاملاها انت يا وليه. انت مش لسه قايل لك تعمليش القنب النوايه اللي انت بتعمل لنا على الغدا دي؟ الحاجه تسكت، لا طبعا. طب والله العظيم ما في حاجه تعبه ابنك ده، هو غير التليفون اللي هو حاطط عينه فيه 24 ساعه. طبعا سيد كان جالي على المستشفى مش لسه بقى يعني طبيعي يعني، وقابل شله الدكاتره زي الورد جمعها حواليه كده، لسه هيقول ايه اللي عنده. طبعا كل الدكاتره في نفس واحد، انت هتتكلم واحنا موجودين ولا ايه؟ بطو ده اللي احنا لابسينه ده ولا مفرش صفر؟ وقام واحد منهم قايل ده تيفوه. خلاص انا كده شخصت ده تيفوه. واحد تاني ما قايله دي مرارة، شفتوه لما قال بطني وقام ماسكها هي مرارة، عمليات بسرعة. فسيد بيقولهم يا جماعة استهدوا بالله بس، ده دكتور تالت قام قايله اسكت انت، دي زايدة، شفتوه لما عمل بجنبه كده زايدة، انا عمليات بسرعة. سيد يقول لهم يا اخوانا استهدوا بالله، وشاف دكتور جاي من بعيد كده قال له خير يا دكتور؟ قال له انا عايز اشخص زي اخواتي دول. قال له اتفضل شخص يعني. سونار بسرعة. قال له اخي انا دخلت السرور عليك. قال له الحمد لله جزاك الله خير. ولكن بعد ما عمل سونار كل حاجه سليمه. فالدكتور بقى ما قايل له طيب هنديك حقنه مسكن كده وتبقى تحكي لي بقى اللي حصل بالظبط قبل ما بطنك توجعك. سيد حكى له تفصيل يومه اللي ما فيهوش اي حاجه تخلي بطنه توجعه، بس الدكتور لفت نظره ان الحوار مستمر بقاله ساعات متواصله ومفيش اي حاجه ريحته من الادويه اللي اخدها سيد. واللي لفت نظره اكتر ان سيد وراه امتحان، يعني سبب مقنع للتوتر. قام الدكتور مطمن سيد وقال له ممكن ده يكون بسبب التوتر، لكن ما تقلقش بعد ما تخلص الامتحان ان شاء الله اعمل التحليل ده عشان نبقى نطمن عليه. فسيد بكل تلقائيه ساله ايه التحليل ده يعني؟ FMF. الله 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 الله، طب وليه الغلط؟ طيب يا ابني غلط ايه؟ اف ام اف فاميليال ميديترينيان فيفر، حمى البحر المتوسط. دي حاجه يعني مقلقه يا دكتور ولا ايه؟ دي تطلع ايه دي اصلا؟ ده مش مقلقه ولا حاجه ان شاء الله، اما تعمل التحليل هبقى اعرفك كل حاجه. لو الالم فضل مستمر يبقى خد حقنه مسكن كمان. المهم سيد يرجع له تاني بعد فتره ومعاه التحليل، وفعلا اللي طلع بوزيتيف عنده حمى بحر متوسط. الدكتور يقول له ما يقلقش، ده عباره عن مرض جيني من مجموعه امراض نادره بقى اتسموا كده كلهم باسم الامراض الالتهابيه الذاتيه، لانه عباره عن التهاب بيحصل من نفسه مش بسبب حاجه بتصيب الجسم. فاميليال لانه بالوراثه، ميديترينيان لانه بيبقى منتشر اكتر بين سكان الدول اللي بتطل على البحر المتوسط، وفيفر لانه بيسبب ارتفاع في درجه حراره الجسم. واسمه الثاني فاميليال باروكسيزمال او ريكورنت بوليسيروسايتس. قلنا فاميليال لانه بالوراثه، باروكسيزمال او ريكورنت يعني بيجي في شكل نوبات كل فتره الاعراض بتحصل لمده معينه وبعد كده بتروح. بوليسيروسايتس يعني التهاب في الاغشيه المصليه، كل عضو داخل جسمنا جوه غشاء زي غلاف محوطه كده. وعشان اكتر اعراض بتيجي للناس اللي عندهم FMF بتكون عباره عن نوبات التهاب في الاغشيه البروتينيه فسموه بالاسم ده. النوبات بتختلف من شخص لاخر، سواء في المده، سواء في الفترات اللي بين النوبات، سواء في النوبه نفسها بتبقى عباره عن ايه، واللي اغلبها بتكون عباره عن الم شديد جدا يا اما في البطن او في الصدر او في المفاصل، بتبقى يا اما في منطقه منهم يا اما في منطقتين يا اما في كله مره واحده، فمفيش حاجه ثابته. ولكن ايه السبب بقى في المرض ده؟ السبب فضل مش معروف لحد سنه 1997 لما طلع فريقين، واحد امريكي والتاني فرنسي، وحددوا مكان الجين بالظبط اللي بيحصل فيه الطفره اللي بتؤدي بعد كده للاف ام اف، ام اي اف في كروموزوم رقم 16. في الطبيعي الجين ده بيصنع بروتين. الفريق الامريكي والفريق الفرنسي اختلفوا مع بعض على تسميه البروتين ده، فالامريكي سموه بيرن والفرنسي سموه مارينوستر. البروتين ده ما كانوش عارفين وظيفته بالظبط ايه، ولكن اللي توصلوا ليه بيخلي الالتهاب تحت الكنترول، لانه بيبقى جوه خلايا مناعيه اسمها جرانيولوسايتس. الخلايا دي بتفرز مواد عشان تهاجم ايا كان ايه الحاجه الغريبه اللي بتهاجم الجسم، والحرب دي بينتج عنها التهاب. يجي بقى البروتين علاش كل واحد يروح ايه يشوف مصالحه بقى. نرجع بقى لطبيعه الناس اللي بيحصل لها طفره في الجين اللي هو الام FV اللي احنا قلنا عليه من شويه، يا اما بيبقى عندهم نقص في البروتين ده، او بيبقى البروتين ده بيتصنع عادي ولكن ما بيأديش وظيفته المطلوبه منه، فكده الالتهاب مش تحت الكنترول، مشكله. فسيد بعد كل الكلام ده اللي الدكتور قاله له قام قايل ده الموضوع كبير بقى. الدكتور يكمل كلامه يقول له بس خلي بالك يا سيد، زي ما قلت لك الاف ام اف دي بتبقى عباره عن نوبات ممكن تستمر لساعات او ايام، ايام كامله ومتواصله، وبتيجي بسبب او من غير سبب. في حاجات ممكن تزودها اشهرها طبعا الضغط العصبي والتوتر، ولما بقول لك
التوتر مش معنى كده ان انت واحد وراك امتحان فتتوتر، لا، عدم النوم الكافي ده توتر، الاكل الغير صحي برضه توتر، لكن نحمد ربنا اننا اكتشفنا الموضوع من بدري عشان نبدا ناخد الدواء، لان لو سبت الموضوع من غير ما يتعالج ممكن يؤدي لعواقب تانية مش تمام. واشهرهم واسواهم الاميلويد دوزز، اللي بيحصل بسبب ان خلال النوبات الجسم بيفرز بروتين ضار اسمه اميلويد اي، واللي ساعتها لو الانسان ما اخدش دواء بيبدا يتراكم في اعضاء الجسم كلها ويبدا يتلف، والالم اللي انت كنت متضايق منه ده تحمد ربنا عليه، لانك لو ما كنتش حسيت بالالم ما كنتش هتاخد علاج، وبالتالي مشاكل تانية كتير تحصل. في ناس بيبقى عندهم اف ام اف من غير ولا عرض ولا الم. الموضوع كبير. اي نعم الاف ام اف ملهاش علاج، ولكن ليها دواء الكولشيسين عشان يحمي الجسم من اضرارها، وبيساعد انه يقلل من النوبات اللي بتحصل وتبقى اخف من اللي قبلها. وفي ناس بتستجيب للدواء وما عادش يجي لها نوبات خالص، وفي ناس للاسف ما بتستجيبش، وساعتها بنضطر ان احنا نديهم ادويه كمان مضاده للالتهاب مع الكولشيسين. ده الموضوع كبير خالص. طب اقفل يا ابن الحلقه، بعد ما تستفيد لازم تفيد غيرك، فما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والحاجات بقى التظبيط دي بقى. سلام.